أهلا وسهلا بيكم طلبة الثانوية العامة، مع حضراتكم أحمد الحفناوي مدرس مادة الفيزياء. إن شاء الله هنبدأ نراجع النهاردة مادة الفيزياء وهنشوف الأسئلة التي تتفق مع النظام الجديد. نبدأ كده مع بعض ونصحصح كده وبإذن الله تبقى الدنيا زي الفل. أول سؤال معانا النهاردة، نبص مع حضراتكم على الشاشة، بيقول لي في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل تكون المقاومة المكافئة لمجموع المقاومات كام؟ هقول حاجة، هروح مركز في الشكل بتاعي، ازاي اعرف احل السؤال وازاي اعرف اتعامل مع المسألة. بص يا شباب، اول حاجة هو الشكل اللي قدامي ده، في ناس كتير جدا تقول لك ده صعب، ولكن في الحقيقة لو جيت حللته هتلاقيه سهل جدا. يعني مثلا شايف الخمسة والعشرين، مالهم؟ دول متصلين على ايه؟ قال لي متصلين على التوازي، يبقى بالتالي مجموعهم المقاومة بتاعتهم هتبقى باربعة. ازاي؟ 5 في 20 على 5 زائد 20 هيطلع معاك 4، 4 و 2 هيبقى معاك 6، يبقى الجنب اللي تحت ده كله 6، 6 4 و 2 6 وفوق معاك 3، يبقى دول توازي، يبقى 3 في 6 على 3 زائد 6 يبقى المقاومة المكافئة ب 2. تمام يا شباب؟ ده بالنسبة للسؤال الأول. الأول أهم حاجة أركز واحدة واحدة وهتشوف الأسئلة هتلاقيها صعبة، ولكن في الحقيقة لو أنت ركزت في السؤال هتلاقيه سهل، وده نوع النظام اللي بيجي دايما في الامتحانات. نخش على السؤال الثاني سيادتك. السؤال الثاني بيقولك في الدائرة الكهربية المقابلة، طبعا السؤال ده شوية هياخد وقت معانا بس نبدأ واحدة واحدة كده والدنيا هتبقى زي الفل إن شاء الله. ما تقلقش، الفيزياء مادة سهلة، الفيزياء مادة جميلة، إن شاء الله هتقفلها وهتجيب درجة حلوة فيها بإذن الله. في الدائرة الكهربية المبينة بالشكل، إذا كانت قراءة الأميتر 1 أمبير تكون قراءة الفولتميتر كام؟ السؤال ده اللي هيخليك تجيب تقفل مادة الفيزياء عينيك وتركيزك. إزاي؟ ركز كده، الأمبير 1 أمبير ده فين؟ قال لك أهو، فين قراءة الأميتر؟ شايفه؟ أهو ده الأمبير. طب الأمبير 1 ده قراءة الأميتر، يعني ده شدة التيار، فشدة التيار سيادتك بواحد أمبير. تمام، هروح مركز على الفي بي، الفي بي كام؟ 10. يعني معنى ذلك ان القوة الدفع الكهربية ب10 والتيار واحد، يبقى مجموع المقاومات هيبقى كام؟ ايوه برافو عليك، واحد صح. كام؟ واحد؟ لا 10، برافو عليك. يبقى هنقول 10 على 1 في 10. طيب العشرة دي هتقص منها حاجات كتير، ايه هي؟ قال لك تعالى بقى، شايف المقاومة الصغيرة دي؟ يا مستر دي واحد، يبقى المجموع دول اللي تحت هيبقوا اكيد 9. طب ما سهلة يا مستر، وهشيل كمان التلاتة اللي هنا، يبقى مجموع المقاومة دي كام؟ هقول 9 ناقص 3 يبقى 6. برافو عليك، يعني الار في الحتة دي هتبقى 6 اوم. تمام، طب تعرف تجيب لي فرق الجهد؟ ازاي يا مستر؟ ما انا ما معيش الاي. لا يا بيه، الاي معاك اهو، يبقى الاي بواحد والار بستة، يبقى الفي هتساوي كام؟ واحد في ستة، فستة فولت. برافو عليك، من غير ما استخدمت آلة ومن غير ما استخدمت ايه قلم، بالراحة كده وطرق بسيطة لحل الأسئلة الصعبة اللي موجودة عندك في مادة الفيزياء. الفيزياء مع الفيديو ده هتلاقيها مختلفة شوية، فتعال بقى نشوف سؤال تاني. يبقى لما تلاقي سؤال صعب ناقش كده مع نفسك واتكلم السؤال هو ده حله ازاي، وعيش المسألة، عيش المسألة. الامتحان زي ما احنا قلنا عبارة عن تطبيقات حياتية سهلة جدا، والأسئلة اللي انت شايفها بالشكل ده. طيب بعد كده نعمل ايه يا شباب؟ هنخش على السؤال التاني. السؤال التاني بيتكلم، او السؤال التالت، السؤال التالت طبعا منتشر كتير جدا في امتحانات الثانوية العامة. طيب الحل نعمل ايه؟ بص بقى، الحل زي ما انا قلت لحضرتك، اقرا السؤال كويس جدا. طيب برافو عليك، وركز هو عايز ايه، تمام، والمعطيات اللي عندي. يبقى تاني، دي ابسط طريقه لحل ماده الفيزياء، صدقني لو عملت كده هتعرف تقفلها وهتعرف تبقى احلى درجه عندك يا ماده الفيزياء ان شاء الله رب العالمين. يلا يا شباب جاهزين، كل حاجه زي الفل ان شاء الله. بيقول لي ايه في السؤال ده؟ الشكل البياني المقابل يوضح العلاقه بين المقاومه الكهربيه ومقلوب مساحه. مقلوب ايه؟ المساحه. طيب في طالب ذكي يقول لي على طول ما انا اجيب الميل يا مستر، اللي هو مين؟ رو اي في ال، صح؟ برافو عليك، سهله. طب تمام، طالب نص نص بقى يقول لي، بقول لك يا مستر الار بتساوي رو اي في ال على الايه؟ طب لما اشيل منها الواحد على ايه يتبقى رو اي في ال؟ برافو عليك، ده سؤال حلو قوي. طب بعد كده قال لك هنا ايه؟ قال لك اي المواد لها توصيليه كهربيه اكبر.
يجي الطالب يقول لي بعد اذنك يا مستر التوصيليه الكهربيه ما بتتوقفش على نوع الماده، ما بتتوقفش على طول السلك ومساحه المقطع. برافو عليك. طب يا مستر السؤال هنا هيبقى ايه؟ ما هو انا مش فاهم، ركز كده في السؤال. بيقول لك مساحه المقطع لثلاث مجموعات من الاسلاك متساويه في الطول. عرفت ليه انا بقول لك اقرا السؤال كويس؟ السؤال لو جيت قريته كويس هتعرف تحل المساله، بل بالعكس انت هتلاقي المساله اتحلت بايه؟ بقرايه السؤال. يبقى قراءة السؤال كويس يا جماعة هتفيدك قوي. تمام. يبقى تاني يقول لك مطلوب مساحة المقطع لثلاث مقاومات مجموعة من الأسلاك متساوية في الطول، يعني هنا التوصيلة الكهربية هتختلف. برافو. ليه؟ لأن الميل بتساوي المقاومة النوعية في التوصيلة الكهربية، الطول متساوي، يعني بالتالي اللعب كله على المقاومة النوعية. طيب يبقى بالتالي أي المقاومات لها توصيلة كهربية أكبر؟ تعالى بقى واحدة واحدة كده ومع بعض. يا مستر ده بيقول لي التوصيله الكهربائيه، حلو. طب والميل بتساوي رو اف ال، والال اصلا ثابته، حلو، يعني هعتبر ان الميل بتساوي رو اي. برافو عليك، سهل قوي. يعني السي ده اكبر في زاويه الميل، الله. طب والدي اقل منه، صح، والاف اقل في زاويه الميل. برافو. يعني لو انا عايز اجيب التوصيله الكهربائيه يبقى الاف، ايوه، اكبر توصيله كهربائيه. برافو. طيب والسي اكبر مقاومه نوعيه. برافو. يبقى الاجابه وانا مغمض هتبقى ايه؟ اف. برافو عليك. تمام يا شباب. تمام، نخش على السؤال اللي بعد كده. يا شباب. ثانيا، اذا وصلت ثلاث اسلاك من هذه المعادن لها نفس مساحه المقطع على التوالي في دايره كهربيه، فايهما يكون فرق الجهد بين طرفيه اكبر قيمه؟ طيب مين حضرتك هيكون اكبر قيمه؟ طيب هو قال لك دلوقتي مين اكبر مقاومه نوعيه؟ ايوه السي، يعني هو اكبر في المقاومه، حلو. ومين زاويه الميل بتاعته اكبر؟ السي. يبقى لو توصلوا على التوالي في دايره كهربيه فايهما يكون فرق الجهد بين طرفيه اكبر قيمه؟ طبعا وانا مغمض هيكون السي. طب سؤال كده يا شباب، طب انا وصلتهم على التوازي، يلا ابعت لي تعليقاتك، ابعت لي التعليق وانا هشوفه. ايه بقى لو قال لك على التوازي؟ سؤال حلو قوي. طيب اشمعنى قال لي على التوالي؟ يلا اكتب تعليقك ووريني حضرتك، وان شاء الله هتبقى الدنيا زي الفل. نخش بقى على السؤال اللي بعد كده. في الدايره الموضحه المقابله تكون قيمه الاي. طبعا السؤال ده يا شباب الناس كتير جدا هتتلخبط فيه. اول حاجه الطالب هيجي في الشكل ده حضرتك يقول لك بص يا مستر انا الدنيا معايا ايه، وقع في الحته دي، ما بعرفش اجيب المقاومه المكافئه. المقاومه المكافئه سهله مش صعبه زي ما الناس متخيلها. انا عندي اكتر من طريقه لحل الدوائر المعقده. اول حاجه انت عندك قانون اوم وقانون كيرشوف وطريقه النقط وطريقه اللي هي طريقه الاوميجا ستار، زي ما انت عايز اي طريقه تشتغل بيها عادي. بس بالنسبه للسؤال ده طبعا انتوا شايفينه سهل جدا. طيب الشكل ده سهل، ده شكل الاشكال اللي بتيجي في الامتحان دايما. يعني نيجي واحده واحده، نبدا كده وكل حاجه زي الفل. يلا يا شباب، يلا يا شباب. دلوقتي اول حاجه فين القوة الدفع الكهربية؟ اهي سيادتك ادي 9 فولت. تمام. فالتيار حضرتك ده الحتة دي، ده معناها ده التيار الكلي. برافو. تمام. فالتيار هنا حضرتك هيتجزأ، صح؟ يعني الاثنين والواحد دول متوصلين على التوازي توالي، صح؟ تمام. تاني الاثنين والواحد دول متوصلين على ايه؟ على التوالي، يعني مقاومتهم هتبقى 3. برافو. طب واللي تحت ال 12 وال 12؟ ايوه صح، هيسامعك، يعني 6. ليه؟ 12 و12 توازي يبقوا 6. طب 6 مع الثلاثة هيبقوا توازي، يعني المقاومة المكافئة هتبقى كام؟ أيوه، يبقى 6 في 3 على 6 زائد 3 يديك 2، يعني الأر داش ب2، فرق الجهد الكل 9، التيار الكل بكام؟ أيوه 4.5. فيجي يقول لي سهلة أوي يا مستر، أروح للإجابة 4.5 وأظللها. لا استنى بقى، قلت لك مين هيخليك تجيب الدرجة النهائية؟ ايوه عينيك، فركز. طب هو عايز هنا قيمه الاي. سيادتك ناس كتيره جدا هتحلها 4.5 وتقول لك انا حليت السؤال وطلع سهل، صح، ولكن في الحقيقه السؤال غلط. هو عايز قيمه الاي حضرتك هنا، عايز قيمه الاي هنا، تمام، اللي هو مع المقاومه 6، صح. طب يا مستر ده انا ما خدتش بالي خالص، نعمل ايه في حاجه زي كده؟ هقول لك. بص بقى، انت مقسم مقاومتك كام؟ 3 و6، صح؟ اه.
هنا حضرتك فرق الجهد كام؟ 9. ما هو فرق الجهد على الثلاثة والستة قد بعض، صح؟ يبقى 9 على الستة فيها 1.5. برافو عليك، يعني التيار هنا هيبقى 1.5 يا مستر. طب والحتة في المقاومة 1 و2؟ اكيد هيبقى 3. برافو عليك. طب في طالب شاطر يقول لي، بقول لك يا مستر، مش حضرتك ده 6 وده تمام كام؟ 3. ما انا ممكن اعملهم بنسب، ممكن اعملهم بنسب، وما دام هعملهم بنسب يبقى الدنيا هتبقى زي الفل. طب خلي بالك، نسبة المقامات 3 ل 6، يبقى 3 ل 6 يبقى ده ضعف ده، يعني المقاومة 6 يروح لها نص تيار المقاومة 3، يبقى التيار ب1.5. وده أسئلة تخلي بالك منها يا شباب. شباب نخش على السؤال رقم 5. طبعا في الدائرة الكهربائية الموضحة بالشكل، إذا كانت قراءة الأميتر زي ما اتفقنا، عينيك أولا وتركيزا، قراءة الأميتر كام؟ والمفتاح مفتوح، يبقى ليه حالتين، يا إما المفتاح مفتوح يا إما المفتاح مغلق. طيب هو قال لك المفتاح كي مفتوح 1.5، يعني المفتاح ده مفتوح، يبقى المقاومة 5 معايا. برافو عليك. فإنه عند غلق المفتاح كي تكون قراءة الأميتر إيه؟ تساوي كام؟ وقراءة الفولتمتر تساوي كام؟ دي بقى يا شباب نبدأ كده واحدة واحدة مع بعض كده. يلا يا دكتور هنعمل إيه؟ قال لي أول حاجة ده الـ VB بكام؟ بـ 12، والآر الداخلية بكام؟ بـ 2. طيب يبقى لما أقفل المفتاح المقاومة 5 كأنها مش معايا. برافو. طيب دلوقتي هنعمل إيه؟ واحدة واحدة يا شباب. مش انت حضرتك معاك الاي ومعاك الفي الكليه، الفي بي الكليه اللي هي كام؟ 12. سهل قوي، يعني لو قلت ان انا اجيب الار داش سهله، يبقى ال 12 دي على ال 1.5 يعني معاك 8، يبقى قيمه المقاومه بتاعت الشكل ده كله 8. هتشيل من حضرتك الاثنين والخمسه يبقى معاك 7، يبقى تشيل من ال 8 يبقى معاك كام؟ يبقى الار دي قيمتها ب1. سهله اهي. يبقى أول حاجة تخلي بالك واحدة واحدة كده والدنيا زي الفل. يبقى أول حاجة حضرتك هركز معايا الـ VB ومعايا الـ I، هجيب الـ R داش. الـ R داش هي المقاومة الكلية بتاعت الدائرة كلها، يعني هتطلع كام؟ هتطلع 8. الـ 2 والـ 5 7، يبقى قيمة الـ R أكيد بقت 1، بقت سهلة قوي. يبقى أنا عرفت قيمة الـ R خلاص بقت كام؟ 1. طيب لما حضرتك تغلق المفتاح ده، أيوه بقى ده سلك فاضي. برافو، يعني السلك الفاضي ده يلغي مين؟ يلغي المقاومة 5. طب ما هي الفيزياء زي الفل يا مستر، ايوه سهلة. يبقى خلاص المقاومة 5 اتشالت، هات لي كده الار. ايوه، يبقى الار 1 اهي، ومعاك مقاومة داخلية ب2، يبقى الار كلها بتاعت الدايرة بالمقاومة الداخلية بكله ب3. تمام، يبقى الاي هتساوي ايه؟ 12 على الثلاثة فيها الأربعة. طب ما زي الفل، يبقى قراءة الأميتر هتساوي كام سيادتك؟ 4 أمبير. طب وقراءة الفولتميتر هتساوي كام؟ أجل في. خلي بالكم، ما أقدرش أحل بالراحة كده، ما تستعجلش. الفي حضرتك بكام؟ قال لك أنت حضرتك لسه دلوقتي قايل لي إن الفي بتساوي أي في آر. تمام، يعني الفي هتساوي 4 في 1 ب 4 فولت. حلوة قوي والدنيا زي الفل. فهمتوا بقى يا جماعة؟ أنا ما استخدمتش قلم، ما استخدمتش لا ما استخدمش اي حاجه. ليه بقى؟ لان انا عايز اخليك دايما تفكر في السؤال من ناحيتك الخاصه، وتبدا واحده واحده وكل حاجه تبقى زي الفل. اهم حاجه شغل مخك بس. نخش بعد كده على السؤال اللي بعد كده يا شباب، رقم 6. تمام، في الشكل المقابل تكون النسبه بين الاي 1 والاي 2 هي كام؟ طبعا السؤال لو شفت حضرتك الشكل ده هتلاقي نفسك متلخبط جدا والدنيا ضايعه معاك خالص. لا، ولكن في الحقيقه هي سهله قوي، وبرده نفس الكلام زي ما اتفقنا، انا مش هستخدم قلم، مش هستخدم اي حاجه، اهم حاجه يبقى عندي خبره حل. طيب خبره الحل دي بتيجي ازاي؟ مع الحل الكتير. طب تعالى بقى واحده واحده كده نبدا بقى. دي تتحل ازاي يا مستر؟ ليها اكتر من 1000 طريقه. طب يا مستر طريقتك السهله بتاعتك ايه؟ هقول لك على طريقه مهمه جدا هتفيدك قوي. 10 5 10 دول متوصلين على ايه؟ على التوازي. اقسم على اصغر واحد فيهم. يعني نقسم على 5 يا مستر؟ يعني المقاومه هنا 2، نسبه المقاومات 2 1 2. برافو. تاني 2 1 2. برافو. تمام، تعال بقى هنا 20 20 10، يعني نسبه المقاومات على 10 2 على 10 2 على 10 فيها الواحد. برافو عليك، يعني نسبة المقاومة هنا 1 من ايه؟ من المقاومة الكلية. طيب وهنا ايه؟ 1. انت فاهمني؟ يبقى دلوقتي المقاومة 1. لو جيت التيار هنا اي، التيار مش انت حضرتك 2 1 2
يعني التيار هنا هيبقى ضعف العشرة، برافو، والتيار هنا ضعف العشرين، طب والعشرين زي العشرين، يعني التيار في المقاومة عشرين نفس التيار بتاع المقاومة عشرين لتساوي المقاومتين، طيب وتساوي فرق الجهد، يبقى المقاومة عشرة ضعفها، تمام. طيب يعني لو انا قسمت الاي، الاي هتروح كده نص، تمام، او ربع، ربع نص، صح، يبقى التيار المقاومة عشرة هيبقى ربع، وتار مقام 5 نص الاي، وتار مقام 10 برضه هيبقى ربع. طب تعالى هنا بقى، التار بتاع المقام 20 ربع برضه يا مستر، وبتاع المقام 20 ربع يا مستر، وبتاع المقام 10 نص يا مستر. هو عايز نسبه الاي 1 لاي 2، عايز تيار المقاومه 5 لتيار المقاومه 10، تمام. تمام، نخش بقى يعني نسبه هتختار انهي، ايوه 1 طبعا يا مستر، تمام. تمام، نخش بقى على فكره كمان، تمام. اهم حاجه عايز اقول حاجه يا شباب تبقى حاطها في دماغك. بص يا شباب، المهم او انت بتحل في الفيزياء، تمام، انك تخلي بالك قوي، يعني خلي بالك جدا من بعض الاسئله. السؤال اللي احنا قلناه ده يا جماعه سؤال جميل جدا، مفيش اي مشكله فيه. حد طبعا انا عايزك بس واحده واحده كده تبقى عارف باختصار بسيط هي طريقه الامتحان، الحل في الامتحان ان شاء الله سنتي امتحانات الثانويه العامه، الطريقه اللي بقول لك عليها دي ليه؟ عشان توفر معاك وقت ومجهود، وفي نفس الوقت نوع الاسئله اللي هتيجي في الامتحان بنفس النمط بنفس الشكل، مع مش هقدر اقول نفس الاسئله طبعا، ما اقدرش اقول كده، بس ايه، بنفس النظام كده، اسئله جميله جدا، وان شاء الله باذن الله عملت ايه الدنيا تبقى زي الفل. نخش على السؤال رقم 7. طبعا السؤال رقم 7 سؤال جميل جدا، في طلبه كتير جدا سالتني فيه. الشكل المقابل يمثل اطوال ومساحات مقاطع اربعه اسلاك مصنوعه من نفس الماده عند نفس درجة الحرارة، يبقى عند نفس درجة الحرارة، فإذا وصل كل منهما بنفس فرق الجهد، فإن الترتيب الصحيح للأسلاك من حيث شدة التيار المرة في كل منهما هو كام؟ تعالى بقى واحدة واحدة كده. أول حاجة سيادتك، أنا عندي مقاومة، صح؟ المقاومة بتتوقف على إيه سيادتك؟ على نوع المادة، مساحة المقطع، طول السلك، درجة الحرارة. تاني، نوع المادة، مساحة المقطع، طول السلك، درجة الحرارة. طب هو قال لحضرتك ان الحرارة بتاعتهم ثابتة ونفس نوع المادة، يبقى اللعب كله على مين؟ على حاجتين، طول السلك ومساحة المقطع. طب تعالى بقى دلوقتي يعني ال على ايه؟ صح؟ تمام، ال، نبدأ السؤال ال ايه؟ الشكل ايه؟ تمام؟ أول حاجة حضرتك مساحته 2 ايه؟ يعني وطوله ال، تمام؟ يعني معنى ذلك حضرتك ها المقاومة هتبقى ال على ايه؟ يعني نص، هنعتبرها ال على 2 ايه، يبقى معاك نص، برافو. طب المقاومه ب، ها قال لك ال ها على ايه، يعني 1. طب المقاومه ايه، استنى بقى، ده انت عندك 2 ال في المقاومه، انا اسف، في المقاومه سي، عفوا، المقاومه سي، المقاومه السلك سي، السلك سي طوله 2 ال، صح. طب مساحته ايه، يعني 2 على 1، يعني 2، يعني نسبه المقاومات الاي نص، ها البي 1، السي 2. طب تعالى بقى دي، يلا يا شباب، قال لك يا مستر 2 ال على 2 ايه، يعني برضو 1، يبقى البي والدي قد بعض، برافو عليك، يبقى البي والدي قد بعض. طب مين اكبر مقاومه؟ اكيد السي، صح. مين اقل مقاومه؟ الاي، يا سلام عليك. طب تمام، طب هو عايز الترتيب الصح لمين؟ واحده واحده كده، الترتيب الصحيح للاسلاك من حيث شدة التيار المار في كل منهما، يعني انا دلوقتي المقاومة رتبتها، مين اكبر مقاومة يا اولاد؟ السي، بعد كده مين؟ البي والدي قد بعض، هما اكبر من ايه؟ طب لو عايز اجيب الاي، الاي وانا مغمض حضرتك، يبقى اعكس، يعني اكبر تيار هيكون السلك A، ثم بعد كده A و D قد بعض، ثم بعد كده السلك سي. فالإجابة الأصح أنهي؟ يلا بقى كده، أول حاجة أقرأ الأسئلة كويس جدا يا شباب، أقرأ الإجابات كويس جدا أو الاختيارات. في الاختيار الأول بيقول لك إيه؟ إن السي أكبر من البي بيساوي الدي أكبر من إيه؟ يعني ده هو عكس، هو مش عايز شدة التيار هنا، ده لو هو عايز المقاومة. يبقى شكرا، نحذف السؤال رقم ألف. ب، قال لك الاي اكبر في التيار من البي، واصلا البي بتساوي الدي، واكبر هما الاثنين اكبر من السي، مش ده اللي انا قلته؟ برافو عليك، يبقى الاجابه رقم ب هي الاصح. اهدى كده يا شباب، لا، لازم اكمل ليه؟ عشان ممكن اجابات تبقى صح برضو، خلي بالكم. طب رقم ج،
بي اكبر من ايه وبيساوي سي، لا ده شكرا ده مش صح خالص. طب رقم د قال لك الدي اكبر من الاي والاي بيساوي سي، لا شكرا، يبقى انا كده اخترت الاجابه مين؟ ب. وانا في الامتحان كده اطمنت على درجه السؤال، كده انا طالع مبسوط واخد ايه احساس الذات ان انا حليت كويس جدا، اقدر احل كده، لعبت في النفسيات، انا بقيت نفسيتي زي الفل، بقيت هكمل الامتحان وانا زي الفل. دي ابسط طريقة يا شباب وافضل طريقة لحل امتحانات الفيزياء. تاني يا شباب انا بقول لك حاجات مهمة جدا تاخد بالك منها قوي قوي، وخلي بالك قوي، انا اسف، تحط عينيك وسط راسك، تمام؟ ده مستقبلك يا باشمهندس، ده مستقبلك يا دكتورة، تمام يا شباب؟ يلا بقى نخش على السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده طبعا سؤال رقم 8، هقول لك على طريقته من غير برضو ما استخدم القلم. ازاي؟ الشكل المقابل يمثل جزء من دايرة كهربية، فإذا كانت قراءة الأميتر تساوي الصفر. الله يا مستر، يعني قراءة الأميتر ده حضرتك ده بيساوي صفر؟ يعني معنى ذلك يا مستر، تمام؟ معنى ذلك يا مستر ايه؟ معنى ذلك ان ده ماله مش هيمر طيار. طب يعني ايه؟ ليه بقى؟ قال لك علشان فرق الجهد فوق قد فرق الجهد اللي تحت. طب ما هي الفيزياء زي الفل يا مستر، الفيزياء زي الفل يا مستر، حلوة قوي. نعمل ايه؟ ركز معي، ده 4 ده 8 6 R. لا ركز معي، يعني ايه الكلام ده؟ امتى فرق الجهد هنا يبقى يساوي فرق الجهد هنا؟ تمام. امتى فرق الجهد هنا يبقى قد فرق الجهد هنا؟ قال لك في حاله واحده بس، يتساوى المقاومات يتساوى نسب المقاومات. يعني ايه؟ يعني نسبه المقاومات الاربعة بقت 8، صح يا شباب؟ الاربعة بقت 8، يعني كأنه ضربتها في 2، يبقى الستة لازم كمان تضربها في 2، يعني 6 في 2 بكام؟ ب 12، يبقى قيمة الار وانا مغمض هيبقى 12 اوم. تمام يا شباب؟ زي الفل يا شباب. يلا يا شباب نخش على السؤال اللي بعد كده، سؤال جميل جدا، خلي بالك قوي منه. إذا زاد طول سلك إلى 3 أمثاله مع بقاء كتلته ثابتة فإن مقاومته تساوي كام؟ انا في طلبه كتير جدا برضو عندها مشكله انها بتتلخبط في السؤال ده. يا شباب العلاقه بين المقاومه والطول في وجود الكتله لما يبقى مع بقاء كتلته ثابته، يعني الام قد بعض، تمام. حلو، السؤال هنا بقى سؤال مهم جدا، اذا زاد طول سلك الى 3 امثاله، يعني ال زاد لثلاث امثاله كتلته اتغيرت؟ لا، كتلته ثابته، تمام، يبقى مقاومته يحصل لها ايه؟ سؤال جميل، فكر كده، ابعت لي التعليقات بتاعتك وان شاء الله هشوف السؤال ده تحلوه ازاي. اكتب تعليقك وقول لي. طبعا ده سؤال سهل جدا، يلا يا شباب هقوله تاني. اذا زاد طول سلك الى 3 امثاله مع بقاء كتلته ثابته فان مقاومته هتبقى ايه؟ ايوه سؤال حلو قوي، هل هي هتقل للتسع ولا تزداد لتسعة أمثالها ولا تظل كما هي ولا تزداد لثلاثة أمثالها؟ مبدئيا مش هكمل، مش هقول السؤال ده إلا بعد ما شوف تعليقاتكم. إن شاء الله انتظرونا في آخر فيديو هنقول الأسئلة اللي احنا إيه وقفنا، اللي احنا سبتكم تحلوها. فكر وجاوب إجابتك صح، أهم حاجة إجابتك صح، وتخلي بالك قوي، بيقول لك كتلته ثابتة، زاد طول سلك إلى ثلاث أمثاله، بقاء كتلته ثابتة، مقاومته هتبقى ايه؟ خلي بالك، تمام؟ يلا يا شباب اكتب تعليقك ووريني، وريني اسئلتك هتعرف تحل ازاي. نخش على السؤال اللي بعد كده يا شباب، اختر الاجابة الصحيحة في الشكل المقابل دايرة كهرباء. طبعا السؤال ده صعب شوية فركز بس معايا، هتلاقي كل حاجة زي الفل. الشكل المقابل بيقول لك دايرة كهربية مغلقة، فإذا كان الفي واحد قد الفي 2، يعني سيادتك الفي 1 ده اللي مقاومته 12 ها قد الفي اللي مقاومته 6. سلام، خلي بالك قوي، بس خلي بالك ان الفي واحد ده هيبقى في على الشكل ده كله. يا سلام، طب ما اسئله سهله اهي. طيب يعني سيادتك لو جيت سالت حضرتك سؤال قلت لك الفي 1 تمام والفي 2، الفي 2 الاي مش داخل على الفي 2 هو نفس اللي داخل على الشكل التوازي ده؟
اه يا مستر الاي بتاعتهم واحده. ليه؟ ركز كده اهو، صح كده يا شباب ولا لا؟ صح. طيب يعني معنى ذلك يا مستر ان المقاومه دي الفي هنا على الفي كل، يعني الفي على مجموع المقاومات اللي المقاومات التوازي دول قد الفي على المقاومه 6. برافو، فهمت ايه بقى؟ ايوه يا مستر، يبقى كده الشكل ده مقاومته كام؟ 6. برافو عليك، يبقى الدنيا بقى زي الفل اهي. يبقى تاني الاي واحد، الاي هنا واحد، الفي على المقاومه 6، يبقى مجموع المقاومات دول غصب عني يبقوا 6. هي فيزياء، انا اسف يعني، سهله قوي، سهله جدا. ابدا واحده واحده كده هتلاقي الدنيا زي الفل. تمام، يبقى تاني انا دلوقتي حضرتك الفي قد الفي، تمام حضرتك الفي قد الفي. ايوه ليه؟ لما تكون الاي والار قد الاي والار، صح، او نسب المقاومات زي هما، يعني التعامل مع المقاومات نفس التعامل مع شده التيار. زي الفل يا مستر. يعني معنى ذلك ان الاي في الحته دي هو نفس الاي في ايه؟ في الحته دي، في المقاومه اللي هي توازي. طب سؤال يا شباب، لو انا جيت قلت لك سؤال بس وبقى اكتب في تعليقك برضه، تمام، انا عايز الاي هنا كام والاي هنا كام؟ يلا يا شباب اكتب وهقول لك برضه. دلوقتي الفي هنا 6، صح، الفي على مقاومه 6، تمام، والفي هنا على مقاومه 12، يبقى تيار المقاومه 6 ها ضعف ولا ايه؟ يعني هيبقى ضعف تيار المقاومه 12. تمام، يعني معنى ذلك ان المقاومه هنا 6 وهنا برضو 6. طيب دول 12 يبقى تحت هيبقوا برضو 12. ليه؟ 12 مع ال 12 توازي، الدنيا زي الفل اهي. 12 مع ال 12 توازي، الدنيا زي الفل اهي. يعني المقاومه على طول وانا مغمض تبقى 9. برافو عليكم يا شباب، هي دي الفيزياء. الفيزياء ها السؤال من من بره هلا هلا ومن جوه يا علم الله، خلي بالك هو نفس السؤال ده. افهم صح، اشتغل صح في الفيزياء، هتلاقي كل حاجه زي الفل معاك. طيب نخش السؤال ده، السؤال تاني يا جماعه اكتب تعليقك. احنا قلنا الاي هنا هيبقى ايه؟ ضعف الاي هنا، تمام، ده بالنسبه للتعليق. تمام، نشوف بعد كده السؤال بعد كده يا شباب. السؤال بعد كده طبعا ده سؤال محتاج آلة، هقول لك تعمله ازاي. من العلاقة البيانية الموضحة فإن النسبة بين الـ RA، يعني نسبة المقاومة RA إلى الـ RB. إزاي أحل السؤال ده يا شباب؟ ركز كده معايا، أهم حاجة وأنت بتحل السؤال ده كويس جدا تخلي بالك أو من قيمة الميل. هو قال لك باور على أي تربيع سيادتك. تاني، باور على أي تربيع سيادتك نعمل إيه؟ نركز اللي هو إيه؟ الميل قيمته تساوي الـ R، الميل قيمته تساوي الـ R. طب تمام، يعني معنى ذلك إن الميل بتاع الـ A هو الـ R A، صح؟ والميل بتاع الـ B هو الـ R B. يجي طالب يقول لي على طول يا مستر وأنا مغمض تان 30 على تان 15، غلط. ليه؟ يا جماعة ركز، الار بتاعه الايه معناها بواحد. ليه؟ لان المقاومه دي 45، وما دام المقاومه دي حضرتك 45 يبقى التان بتاعها بواحد. تمام، طب والار بي؟ قال لك تان 15. حلو، يعني نقول تان 45 على تان 15. برافو، يعني الاجابه هتبقى اعتقد 3.7. تمام كده يا شباب، ده سؤال جميل جدا تخلي بالك منه قوي. نخش على السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده جميل جدا، في الشكل المقابل تكون العلاقة بين شدة التيار، تمام، شدة التيار هنا كام؟ طبعا طالب يجي لي يقول لي يا مستر أبص على المقاومات، وعلى فكرة في طلبة كتير جدا في السؤال ده بتغلط فيه، فركز كده وقول لي ازاي أعرف أحله. ها، عايز نسب المقاومات، نسب التيارات، صح، خلي بالك نسب فرق الجهد، يعني انت بتزود مثلا في السؤال، نسب التيارات هنا دول متوصلين على ايه سيادتك؟ ايوه برافو، متوصلين على ايه؟ على التوالي، صح. يبقى شده التيار ثابته في التوصيل على ايه؟ على التوالي. يعني الاي هنا نفس الاي هنا نفس الاي هنا، يبقى الثلاثه قد بعض في ايه؟ في التيار. برافو عليكم يا شباب، خلي بالكم. طبعا انا عارفك يا محمد، انا عارفك يا سهى، هتقولي لي على طول اجيب المقامات، لا ركزي، عشان كده انا هحل السؤال بمأخذ بمطلوب تاني. يعني ايه؟ علشان ما تتلخبطش، علشان احط في دماغك قاعدة مهمة جدا، تركز في السؤال وتركز في المطلوب.
طب تمام، يبقى شدة التيار احنا كلنا كنا هنجيب المقاومات ونشتغل عليها. بص يا شباب، الاي واحد مقاومته اكبر من مقاومة الاي اتنين، اكبر من مقاومة اي تلاتة، صح كده يا شباب؟ ليه؟ عشان الاي وهم كلهم متساويين في الطول، برافو، بس الاي سمكه اقل يعني مساحته اقل، يبقى مقاومته اكبر. طب الاي اتنين؟ برافو عليك، الاي اتنين متوسط، يعني نسبة الاي يعني السلك ده، ها اللي هو السلك ده، السلك ده مش الاي قصدي، السلك ده مقاومته اكبر من مقاومة الحتة دي، اكبر من مقاومة الحتة دي. برافو يا شباب، يعني معنى ذلك ان قيمة الار في الحتة بتاعت الحتة الاولى دي اكبر من دي اكبر من دي. طب فرق الجهد؟ اكيد فرق الجهد هيبقى هنا اكبر من هنا اكبر من دي. عرفتوا يا شباب انا ليه خدت المطلب التاني؟ يبقى نرجع بقى للسؤال بتاعنا. تكون العلاقة بين شدة التيار، تمام؟ تكون العلاقة بين شدة التيار، حلو كده؟ هنا هتبقى ايه؟ اول حاجة العلاقة بين شدة التيار اي واحد قد الاي اتنين قد الاي تلاتة، تمام كده يا شباب؟ نخش بقى للسؤال التالي بعد كده، ده سؤال خطير جدا، خلي بالك او فيه. في شكل المقابل لديك بطاريتان تتصلان بمقاومة ثابتة ار ومقاومة على التوالي، وكان فرق الجهد الـ VB1 أكبر من الـ VB2، فاختر الرسم المناسب للعلاقة بين فرق الجهد V وشدة التيار R عند تغير مقاومة الريستات. ركز معايا الأول، أعمل إيه في السؤال ده؟ السؤال ده خطير جدا جدا، تمام. يلا يا شباب، ها نيجي عند الـ V1، فين الأقطاب؟ أيوه شايفين يا شباب، ايوه ده القطب الكبير اللي هو الموجب، ايوه متصل بالموجب، والسالب متصل بالسالب، برافو. يعني هنا في مشكلة، ايه هي؟ ان حضرتك الاتنين دول متصلين على ايه؟ ايوه توازي، يعني دايرة ايه؟ شحن، برافو عليك. ومدام دايرة شحن يعني الـ V1 اكبر، يعني ده هيشحن، يعني الـ V1 هتبقى VB ناقص I في R. طب هنا الـ V2 اللي هي الـ V2 ده هيبقى VB زائد I في R، يعني خلاصة الكلام إن ده الـ V1 هيتناسب عكس مع شدة التيار، برافو، ويتناسب. طب يا مستر سؤال بسيط هنا، إيه هو؟ الأراد صفر، تمام؟ الأراد صفر، تمام؟ هنعمل إيه هنا؟ نعمل إيه هنا؟ تتحل إزاي؟ أول حاجة ما دام الأراد صفر هو عايز العلاقة بينهم، تمام؟ مش تفرق معايا، يبقى العلاقة هنا بين الأي. طب يا مستر يبقى الـ V1 هيتناسب عكسي مع شدة التيار، والـ V2 هيتناسب طردي لأنه هيتشحن، طب يعني هيتناسب طردي بس بعد إيه؟ بعد قيمة معينة، يعني الـ V1 هياخد الاختيار ب، والـ V2 هياخد الاختيار ألف، والـ V3 طبعا ده على مقاومة يبقى ياخد الاختيار رقم ج. ليه؟ لان لما غير الروستات التار هيزيد. وبكده خلصنا حلقتنا الاولى، ان شاء الله نشوفكم على حلقات تانية اخرى باذن الله، وربنا يوفقكم وان شاء الله تحققوا احلامكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.